السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. مع انتهاء مهلة الاتفاق الحدودي بين بغداد وطهران تقييم الإجراءات وفرض السيطرة. قصف مطار عربات بغداد تستنكر العدوان الخارجي وتحتفظ بحق الرد. حياكم الله مشاهدي الأحبة. مع انتهاء المهلة الزمنية للاتفاق بين بغداد وطهران وعلى جميع المستويات للتنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية اللي تفكك خطر الجماعات المعارضة على الشريط الحدودي مع الجمهورية الإسلامية ومن الجهة الشمالية الشرقية واللي شكلت خلال المدة الماضية نقطة سوداء في صفحة العلاقات بين البلدين الجارين، فهي تمثل تهديد لسلامة العلاقة وهو ما يحتم مضاعفة الجهود لحماية الحدود منعا للفرص اللي تستغلها هاي الجماعات لتهديد الأمن القومي واستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد أمن الجمهورية الإسلامية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فيما لا تزال الخطوط الرفيعة لاستهداف مطار عربد في السليمانية يكتنفها الغموض والملامح المشوهة للغايات والدوافع، إلا أن المثبت أن هذا الاستهداف عدوان وانتهاك للسيادة العراقية وأقل ما يوصف أنه إخلال السلم في المنطقة وانتهاك لمبادئ حسن الجوار، بل يتعدى الأمر إلى سحب الكثير من فرص تمتين العلاقات بين العراق وجيرانه، وهو ما يحتم على السلطات معالجة هاي الشواغر الأمنية اللي تعمق الخلاف بين السليمانية وأربيل. هاي الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا المتخصصين في هذه المجالات. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الاستاذ مخلد حازم الخبير الامني، حياك الله استاذ مخلد ضيفا كريما، وكذلك عبر سكايب الدكتور حكم امهز الباحث في الشؤون الاقليميه والدوليه ينضم معي من طهران. ابدا معك دكتور امهز، دخل الاتفاق الامني بين بغداد وطهران حيز التنفيذ بالكامل مع انتهاء المده المحدده، ام لا زالت هنالك بعض النقاط التي تحول دون دخول هذا الاتفاق؟ حياكم الله. لا دكتور امهز، لا صوت عندكم جيد، تسمعني دكتور امهز؟ الو تفضل دكتور امهز، يمكن كان عند حضرتك اتصال على سكايب، يا ريت اذا تقطع الاتصال تواصل ويانا. أعيد لحضرتك السؤال لو كان السؤال واضح دكتور. ألو لم أسمع السؤال، كان الصوت متقطع جدا. نسأل عن الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، هل دخل حيز التنفيذ بالكامل مع انتهاء المدة المحددة؟ بتقديري أنه دخل الحيز التنفيذ بشكله الأكبر. نعم. يعني السلطات العراقية سواء كانت في بغداد أو في كردستان قامت بإجراءات كبيرة جدا، منها يعني إقفال حسب ما أعلن إقفال المعسكرات لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة الانفصالية، ونقلتهم إلى أماكن أخرى، وبالتالي سيتم التعامل معهم كلاجئين، وسيكون هناك جولة للإعلاميين خلال يوم أو يومين أعتقد للإعلام لكي يستطلع ميدانيا على الأرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومتين الإيرانية، عفوا الحكومتين، حكومة كردستان وحكومة بغداد. بطبيعة الحال هنا لابد أن نشير إلى أنه سيكون هناك غرفة عمليات مشتركة تقريبا بين الطرفين الإيراني والعراقي لمتابعة التنسيق على الحدود، لأنه تعرف أن الحدود طويلة جدا، وبالتالي أيضا الأهم من طول هذه الحدود أنها جبلية وعرة جدا، وبالتالي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا
من قبل أي جهة ستقوم بهذه المهمة. فبالتالي سيكون هناك تنسيق ما بين الطرفين العراقي والإيراني عبر غرفة عمليات مشتركة للتنسيق فيما يتعلق بأمن الحدود بين الطرفين. أعتقد أن الإجراءات التي اتخذت يعني أنهت هذه المشكلة إلى حد كبير، لكن يبقى أن تخرج هذه الجماعات كليا من العراق، لأنه يجب أن يتم التعامل معها كما تم التعامل مع منافقي خلق الذين يعني كان لهم دور في العراق أيام صدام حسين، وبعد ذلك نقلوا إلى أماكن أخرى، ومن ثم نقلوا إلى خارج العراق إلى ألبانيا. الإشكالية أين سيد الكريم؟ أن الأمن يعني تحديدا في هذا الزمن، الأمن مفهوم الأمن جزء يعني لا يتجزأ فيما يتعلق بموضوع الإقليم أو بالمنطقة أو حتى على مستوى العالم، لم يعد المفهوم الأمني مجزأ، يعني أي خلل أمني في العراق سينعكس على الإيرانيين، وأي إخلال في الأمن في إيران سينعكس على العراقيين. فلذلك عملية وجود هذه الجماعات المخلة بالأمن التي يعني ترعاها، أصبح معروف هذا الأمر وليس ليس سرا، ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وتدربها الاستخبارات الإسرائيلية وتقوم بعمليات إخلال أمنية في الداخل الإيراني وأيضا في الداخل العراقي. بطبيعة الحال هذا يعني هذه وجود هذه الجماعات سيكون لها أثر، طالما أنها تحمل أسلحة وتمتلك أسلحة وتمتلك إمكانيات وتمتلك معسكرات، وهناك من جهات الإسرائيلية تدربها وأيضا الأمريكيون يشرفون عليها ويعني يغطونها على المستوى السياسي وغيره، وبالتالي هذا الأمر سينعكس سلبا على العراق، لأنه أنت لاحظ أنه حتى في علاقة حكومة المركز بحكومة كردستان العراق لاحظ أن هناك يعني دائما هناك إشكالات. هذه الإشكالات لا تأتي من عنديات الطرف من الطرفين، لا، إنما هناك جهات دولية تغذي هذا، إن صح التعبير، التوتر ما بين الطرفين. ولاحظنا في قضية الاستفتاء الذي جرى في كردستان العراق وكيف أن الأمريكيين تغاضوا عنه والإسرائيليون أيدوه مباشرة، ولو لم يكن هناك موقف حازم من قبل حكومة المركز في العراق والحكومة والحكومات الأخرى العراقية الإيرانية السورية التركية والإجراءات التي اتخذت، لما كان الإقليم تراجع عن نتائج الاستفتاء. فعمليا نزع هذه الصحة التعبير هذه القنبلة فتيل هذه القنبلة من العراق هو أمر جدا مهم للعراق ولإيران ولكل المنطقة طيب دكتور، لا تسمح لي، دعنا أجدد الترحاب بالأستاذ مخلد حازم. أستاذ مخلد، من الجهة الأمنية اللي حاليا مسيطرة على هذه النقاط الحدودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. حقيقة لحد هذه اللحظة هنالك الكثير من الغموض فيما يخص من هو الذي مسك هذه النقاط الحدودية، هنالك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة. نحن نتكلم من خلال الرؤية العسكرية والأمنية أن الشريط الحدودي ما بين العراق وإيران هو شريط واسع، جغرافية هذه المنطقة جغرافية صعبة جبلية، لا يمكن بكل حال من الأحوال أن يمسك هذا الشريط بقوة، حتى لو توافرت لدينا فرق عسكرية لا يمكن أن تمسك هذا الشريط الحدودي نتيجة لصعوبة الأرض الذي نتكلم عنها. ما ظهر الإعلام أنها بعض النقاط التي تم مسكها من قبل قوات في البيشمركة أو قوات حرس الحدود بصورة مشتركة أتوقع، لكن أنا أرى أن الموضوع لم ينتهي هنا، الموضوع لا يزال فيه الكثير من الغموض. المشكلة لم تحل، لأننا نتكلم عن أعداد من أحزاب المعارضة التي تتواجد على هذه الأراضي ومنذ خمسينيات القرن المنصرم، نتكلم عن عدة أحزاب. لحد الآن لم نعرف أي حزب تم ترك نقاطه الحدودية أو النقاط التي كان يتمركز فيها، هل هو حزب الكوملة، هل هو حزب الديمقراطي الكردستاني، هل هو حزب البيجاك. نحن نعرف أن هنالك صفة أممية لبعض هذه الأحزاب وهي صفة اللاجئ السياسي داخل الأراضي العراقية، قد منحتها الأمم المتحدة بعد عام 1991 بالتحديد. لذلك أنا أرى أن هنالك رؤية عسكرية لكل التحشيدات التي
أتت من معسكرات الإيرانية إلى الحدود العراقية، وبهذا الثقل العسكري هذا نحن نفسره من ناحية التعبوية على أنه موضوع لا يقف فقط أنه مسك حدود من جهة معينة. هذا الموضوع نتكلم به أن هنالك يعني التهيئة لمرحلة أخرى، هو مرحلة اجتياح لأراضي الإقليم كردستان التي هي أعتقد الهدف من هذه التحشيدات. ما حصل ضمن الاتفاق نعم تم تنفيذه وتم انتهاء المهلة اليوم، لكن نتكلم عن الأمور التي هي غير معلنة حقيقة. تم استهداف أراضي إقليم كردستان ليس بحجة لعدة مرات، ليس بحجة وجود هذه الأحزاب المعارضة، وإنما بأمور أخرى تم استهداف أراضي إقليم كردستان. فبالتالي الموضوع لن ينتهي. حزب البيجاك موجود اليوم، يتواجد في جبال، لن تستطيع لا قوات البيشمركة ولا قوات حرس الحدود العراقية ولا حتى القوات حرس الحدود الإيرانية من السيطرة عليها. نحن نتكلم عن حروب الجبال، هذه هي أخطر أنواع الحروب. هل سمعت أن الولايات المتحدة استطاعت أن تنهي طالبان في ترابورا؟ هل سمعت أن صدام حسين استطاع أن ينهي الأكراد في جبال كردستان؟ هل سمعت أن تركيا استطاعت أن تنهي البككة في جبال قنديل؟ نحن نتكلم عن موضوع واسع، والجانبين العراقي والإيراني هم على دراية واسعة بكل هذه الأمور، وهم يعرفوا أحقية هذا الموضوع، أنه لا يمكن أن تنتهي هذه المشكلة بمجرد انسحاب هؤلاء من هذه النقاط الحدودية. هؤلاء أصحاب قضية قومية، دائما القضايا التي تمتلكها هذه المجموعات لا يمكن أن تحل من خلال اتفاق سياسي. اتفاق سياسي لا يمكن أن يفضي إلى الوصول إلى حلول ناجعة. هذه العمليات دائما ما تحل وفق طاولة حوار، ويجب التفاوض وإعطاء لكل ذي حق حقه، لأننا اليوم نتكلم كردستان لم ينتهي فيها الموضوع القتال في كردستان العراق إلا عندما أعطي حكم ذاتي، وبعدها تم إعطائهم إقليم يتمتعون به الآن. هذه هي القضايا على مر التاريخ نتكلم بها. طيب في جانب آخر، يعني دكتور أمهز، كيف قيم الطهران إجراءات العراق في متابعة تنفيذ هذا الاتفاق الأمني؟ يعني لاحظت سيدي الكريم التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني أثناء زيارة نظيره العراقي إلى طهران، عندما قال أنه سمعنا يعني كلاما جيدا فيما يتعلق بتنفيذ التنفيذ الإجرائي للاتفاق الأمني الموقع بين الطرفين. أيضا اليوم سمعنا يعني السفير الإيراني في العراق أيضا يتحدث بنفس المضمون عن الإيجابيات وعن يعني عن الإيجابيات وعن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق هذا الاتفاق. بمعنى آخر يمكن أن نقول، وكأنني أفهم من خلال التصريحات التي أدلى بها المسؤولون العراقيون وأيضا المسؤولون الإيرانيون، أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من هذا الاتفاق، ولكن يبدو أن هناك بعض الأمور ربما تكون اللوجستية المتعلقة بعمليات نقل هؤلاء هذه الجماعات المسلحة إلى أماكن أخرى. وبالتالي أيضا تعرفون أنها عملية النقل وعملية إقامة المخيمات لهم وما إلى ذلك، تقرير مصيرهم، نزع أسلحتهم إلى آخره، لأنه حسب ما أعلن أنه تم نزع الأسلحة وتم تفكيك هذه تم تفكيك معسكراتهم. ولكن إلى أين نقلوا، إلى أي جهة نقلوا، هل أقيمت لهم أماكن خاصة إلى آخره، هذه لم يعلن عنها بشكل أساس. لكن يمكن أن نقول أن الجزء الأكبر على الأقل فيما أعلن أنجز في القسم الأكبر. الآن الأمور الأخرى التي أتحدث عنها ضيفك الكريم، أوجه له التحية لأنه لم أكن أسمع أن هناك ضيف آخر لمشكلة في التقنية في الصوت، أحييه وأحييه مجددا. المشاكل الأخرى المتعلقة بالانتشار بعض الجماعات الإرهابية الأخرى كالبيجاك والكوميلا وغيرها من هذه الجماعات في الجبال، بطبيعة الحال هذا الأمر موجود بكل العالم، ولكن عندما نتحدث عن أن هناك قرارا لدولتين أو لأكثر من دولتين في يعني إنهاء وجود هذه الجماعات، أعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل. بمعنى أنه عندما تنشئ غرفة عمليات مشتركة
عندما تكون هناك إمكانية لمراقبة المنطقة عبر الأقمار الصناعية طبعا التي أصبحت تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا بالمسيرات والطائرات مراقبة من الجو واستهداف هذه الجماعات عند تحركاتها. أيضا وهنا راح نصطدم بعواقب أو يعني مصدات أخرى دكتور أمهز. خليني أنتقل إلى الأستاذ مخلد لما تفضل. دكتور أمهز فقط أقول أنه أنا فقط أريد أن أقول أنه بطبيعة الحال ليس هناك من حل كامل لأي مشكلة، ولكن عندما تتضافر الجهود كما حصل مع الاستفتاء في إقليم كردستان، يعني تضافر الجهود ما بين العراق وإيران وسوريا وتركيا أسقط نتائج هذا الاستفتاء وانتهى. طيب يعني ما تفضل به الدكتور أمهز أستاذ مخلد، أخذ رأيك به، يعني ممكن يصير فصل بين العمل السياسي لهذه الأحزاب وبين النشاط المسلح؟ يعني بصورة أوضح، ممكن تبقى هاي الأحزاب تمارس نشاطها السياسي المعارض، وإذا بقت هذه الأحزاب بهكذا توصيف يتعارض أيضا مع مبادئ حسن الجوار لو لا؟ يعني دعني أتكلم بصراحة، يعني هذه الأحزاب هي لديها يعني أجنحة سياسية وتعمل من داخل إيران، وكذلك لديها أجنحة سياسية في جميع الدول العالم. يعني أنا أرى أن جميع ما يحصل داخل إيران هي ليس من الأراضي العراقية وإنما بفاعل خارجي. يعني هنالك اجتماعات أنا يعني مطلع عليها في بريطانيا، اجتماعات في كثير من دول العالم. هؤلاء هم المحركين الرئيسيين لما يحدث في الداخل الإيراني. هؤلاء الذين موجودين على الأراضي العراقية، هناك اتفاقية أنه هؤلاء يجب أن يكونوا غير مسلحين، حتى الأسلحة التي تكون بحوزتهم هي أسلحة خفيفة، يعني أسلحة لا يمكن أن يقاتلوا بها، أسلحة لا يمكن أن يجابه دولة كبيرة تملك ترسانة عسكرية مثل الجمهورية الإسلامية. فبالتالي نحن عندما نتكلم عن أعداد، لكن كم هذه الأعداد؟ نحن نتكلم عن أعداد عشرات الألوف متواجدين على الأراضي إقليم كردستان. كيف تم نقل هؤلاء العشرة آلاف هؤلاء الآلاف من هذه الأحزاب بيومين أو بثلاث أيام أو بأسبوع؟ هذا يحتاج إلى عمل تخطيطي وعمل لوجستي. نحن نتذكر عندما حاولوا إخراج مجاهدين خلق من داخل الأراضي العراقية، هنالك وقت طويل استثمروا في هذا الموضوع، هنالك تدخل أممي أيضا. الموضوع اليوم هؤلاء لديهم صفة أممية، فلم نرى أن الأمم المتحدة حاضرة في كل هذا الموضوع. إذن الموضوع لا يزال فيه شيئا من الغموض. لا أتوقع أن الموضوع مثل ما يقال على الإعلام هو موجود على أرض الواقع. طيب دكتور أمهز، الاتفاق مهم، ولكن ديمومة هذا الاتفاق ومخرجاته ألا تعتقد بأنها هي الأهم؟ ما هي الخطوات الواجب اتباعها حتى نحافظ على النتائج والمنجزات المتحققة؟ شوف، أولا هناك نقطة لابد أن نشير إليها، أنه الآن هناك نية جادة من قبل الحكومة العراقية وحكومة كردستان لإنجاز هذا الاتفاق الأمني، لأنه بطبيعة الحال كما أشرنا في البداية سينعكس سلبيا وجود هذه الجماعات على الواقع الأمني والاستقرار في العراق، كما هو منعكس على الإيرانيين. ولكن إذا وجدت إيران أنه لم ينجز هذا الاتفاق، وأن هناك معارضة أو ضغوطات من قبل يعني جهات دولية لمنع تحقيق هذا الاتفاق، فأنني أعتقد أنه كما يعني هدد الإيرانيون سيقومون بعملية استهداف لهذه المعسكرات مباشرة. يعني إذا لم تنصع هذه الجماعات وتقبل بالحلول التي طرحتها الحكومة العراقية وحكومة كردستان في الاتفاق الأمني، فأنه ستتعرض حتما ويقينا ستتعرض لضربات قاسية جدا. وبالتالي لا أعتقد أنه بمصلحة هذه الجماعات، طالما أنه أصبح هناك غطاء من الحكومة العراقية ومن حكومة كردستان لهذا الاتفاق الأمني ولأي عملية إيرانية ضد هذه الجماعات، لا أعتقد أن هذه الجماعات وارد أن تبقى في مكانها. على الأقل ستقوم بعمليات مناورات اللي على الأقل امتصاص التهديدات الإيرانية في هذا الإطار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ديمومة هذا الاتفاق، هذا الأمر مهم جدا للطرفين. أنت تعرف أن تلك المنطقة هي بوابة من البوابات الرئيسية للتجارة المتبادلة ما بين إيران والعراق، وتعرف أن العراق هي الدولة الثالثة في التبادل التجاري بعد الصين والإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك سعي من قبل الطرفين لرفع مستوى هذا الميزان التجاري بين البلدين إلى 20 أو 30 مليار دولار في السنة. وهذه الأمور تتطلب، يعني ليس هناك من إمكانية أن يكون اقتصاد إذا لم يكن هناك أمن.
فعمليا الآن عندما نتحدث عن الاقتصاد، الاقتصاد نتحدث يعني يقترن بالأمن، وعندما نتحدث عن الأمن يقترن بالاقتصاد، والأمن جزء يتجزأ من هيكلية عمل متكاملة فيما بين الدول. فمن هنا أنه إزاحة هذه العقبة الكبيرة والمؤثرة والمزعزعة أمنيا للأمن في كلا البلدين ستسهل العمل بين الطرفين وتعزز العلاقات أكثر، لأنه يعني نعرف أصلا العلاقات ما بين إيران والعراق هي علاقات قوية جدا، وبالرغم من يعني العراقيل التي حصلت في الفترة الماضية. على سبيل المثال من هذا الموضوع لم يبحث جديدا، يعني ضيفك الكريم أشار إلى أنه لا يمكن نقلهم في خلال فترة قصيرة، ولكن هذه المواضيع نوقشت مع الحكومات العراقية منذ سنوات، ولكن لا لاعتبارات يعني مرتبطة بالحكومات العراقية. وأنت حتى أعطيك أكثر، أنه قدمت أكثر من 70 وثيقة إلى الحكومات العراقية من قبل الإيرانيين، قدمت هذه الوثائق يعني تؤكد على أن هذه الجماعات تقوم بعمليات إخلال الأمن وإلى آخره. وقامت الاستخبارات الإسرائيلية بطائرات مسيرة بعملية ضد منطقة كرمانشاه في إيران من خلال قواعد هذه الجماعات، وهذه الجماعات هذه القواعد هي مركز للرصد والتجنيد. على أي حال دكتور أمهز، يعني حصلت في إيران بحسب الاتفاق ثلاث من هذه الجماعات، فعمليا أنا أعتقد أنه هذا الاتفاق مهم جدا لتكامل العلاقة أكثر، لتعزيز هذه الأهمية على كل مستوى بين إيران و هذه الأهمية بتكامل الاتفاق. تعتقدها أستاذ مخلد لما تكون الخطوة الأولى المتمثلة بإبعاد الجماعات من الحدود وأغلاق المعسكرات تمت بحسب الاتفاق، طيب الخطوة الثانية شلون راح تكون؟ يعني بالتأكيد العراق يحاول جهدا، العراق لا يريد أن تكون أراضيه منطلقا لأي اعتداء على أي دولة جارة، بالتالي اليوم قام بهذه الخطوة، عقد هذه الاتفاقيات، مسك بعض المناطق الحدودية، وقبلها كان قبل 3 أشهر أيضا هنالك كانت جولة مفاوضات، وعلى أثرها تم نشر قطعات من حرس الحدود العراقي وكذلك مع حرس حدود إقليم كردستان في منطقة الخط الصفري. لكن يا سيدي نحن نتكلم عن يعني شريط حدودي صعب أنه يصل إليه الدعم اللوجستي، نحن نتكلم عن مسك هذا الشريط يحتاج لدينا أن تكون هنالك طرق معبدة، أبراج مراقبة. نحن عندما نتكلم عن هذه المنطقة لا يمكن السيطرة عليها من خلال قوات يعني عسكرية مشات، وإنما ممكن من خلال الطائرات السيطرة على هذه المراكز الحدودية. بالتالي نحن عندما نتكلم الجانب الإيراني، الكتف الإيراني، لماذا لم يتم السيطرة عليه من قبل الجانب الإيراني؟ الجانب الإيراني لديه اليوم إمكانيات، لديه طائرات مسيرة، لديه مراكز معلومات، لديها إمكانيات تسليحية عالية المستوى، لماذا لم يتم السيطرة على الحدود من جهة الكتف الإيراني ويمنع تسلل هؤلاء؟ نحن نعرف أن هذه المنطقة ومنذ عشرات السنين يتم تهريب البضائع، تهريب السجائر، تهريب يعني منطقة تهريب، يعني منطقة تهريب هي ما بين الجانب العراقي والجانب الإيراني. يعني مثلا بكرة أو بعد بكرة وجدوا أن بعض المتسللين هم يعني يهربون مواد غذائية أو غيرها وتم مسكهم من قبل الحرس الحدود الإيراني، هل سيعتبر هؤلاء أيضا من هذه الأحزاب وإيران تجد ذريعة إلى ضرب أراضي إقليم كردستان؟ الموضوع يعني الموضوع ترى كبير، يعني الموضوع لا يمكن اختصاره بهذه السهولة بمسك بعض النقاط، الموضوع يحتاج إلى طاولة حوار ومفاوضات. أنا لا أرى أن الموضوع السياسي يمكن أن يحل قضية قومية. هذه هؤلاء لديهم رؤية بعد يعني 1946 عندما أعلنوا جمهورية مهابات في إيران، وبالتالي عندما الشاه لاحقهم هم التجأوا إلى العراق، ومن ثم بعدها عندما بدأت الثورة الإيرانية أيضا بدأت الأجنحة السياسية داخل الأراضي الإيرانية تعمل، وبدأت ملاحقتهم أيضا وتم لجوءهم إلى العراق، وبعد 91 أيضا. هذا مسيرة زمنية طويلة لا يمكن إنهاءها بجولة مفاوضات لمدة أشهر و3 أشهر. الجانب العراقي يعمل جاهدا بكل ما أوتي من قوة لمنع أي اعتداء على دولة خارجية، لكن لحد هذه اللحظة العراق لن يستطيع أن يعطي صفة الإرهابيين على هؤلاء.
طيب حاول هذا التوصيف حاول صفة الإرهابيين صفة الإرهابيين وإطلاقها. خليني أذهب إلى الدكتور أمهد إذا أسمح أستاذ مخلد. يعني ممكن يعني توصل أو تتوصل نقاط الاتفاق إلى مطالبة طهران بتسليم المطلوبين دكتور أمهز؟ هناك اتفاقية، هناك بند ينص على تبادل يعني المطلوبين بين الطرفين، الاتفاقية تنص على ذلك. لكن دعني أقول لك أمرا، أنه يعني أخينا العزيز أستاذ مخلد يعني مفرط، أشعر وكأنه مفرط في التشاؤم فيما يتعلق بموضوع الحدود، وأن إيران لماذا لا تسيطر على المناطق التي هي فيها موجودة، على الحدود الموجودة فيها. بطبيعة الحال هناك بلى، هناك سيطرة وهناك إمكانيات، ولكن بما أن طبيعة المنطقة صعبة جدا، ولكن لابد أن يكون هناك عمليات تهريب بطبيعة الحال، ولأن يكون هناك إمكانيات لأن يكون هناك بعض التهريب. ولكن إذا تركت الحدود، لو كانت الحدود متروكة لكانت الأمور يعني أفظع من هذا الأمر بكثير جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه أشار إلى أنه ربما غدا مثلا اعتقل بعض المهربين وكذا، وقامت إيران على أساسه ذلك بعمليات قصف. يعني هذا الأمر يعني ليس واقعيا مطلقا، يعني أنه مسألة يعني بديهية لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور، أنك تتحدث عن دولة وعن مهرب، وبالتالي الدولة تبني على قضية مهرب أو مهرب دخان أو مهرب أي شيء آخر لتقوم بعمليات قصف أو تتهمه بالأمر. أعتقد هذا الأمر يعني هذه دولة تتحدث عن دولة لديها إمكانيات كبيرة جدا، وتعرف من هذا وتعرف من هذا، ولديها معلومات واستخبارات وما إلى ذلك. أنا أيضا أشرت إلى أن موضوع الحدود سيد الكريم، أنه غرفة عمليات مشتركة هي ستنسق فيما بينها، يعني بمعنى أنه ربما سيكون هناك، ربما طبعا هذا ليس عملنا، لكن ربما يكون أنها في هذه المنطقة يكون موجود مثلا موجودة القوات العراقية، ما في هذه المنطقة تكون موجودة القوات الإيرانية، وهذه يقسمون العمل في بينهم، لأنه ليس هناك من دولة في العالم، دولة أي دولة في العالم، حتى أم الولايات المتحدة الأمريكية تعرف قضية المكسيك والمكسيك، طيب ليس هناك من دولة قادرة على الإمساك بحدودها حتى كانت صغيرة أو كبيرة. فلذلك ما تقوم به الدولة هو استخدام أقصى إمكانياتها لمنع التهريب ولمنع حدوث أي إشكالات وإلى آخره. فمن هذا المنطلق نتحدث عن هذه النقطة. السؤال المطروح، السؤال الأكبر، هل وجود هذه الجماعات هو في مصلحة حكومة بغداد، أو هو في مصلحة حكومة كردستان، أو هو في مصلحة الحكومة العراقية، أو حتى أبعد من ذلك الحكومة السورية أو الحكومة التركية؟ الموضوع أكبر من ذلك. ضيفك الكريم أستاذ مخلد يشير إلى موضوع القومية، صحيح هذا الموضوع مطروح، يعني الأكراد يطالبون بأن يكونوا بالانفصال، ولكن هل منذ عقود هل استطاعت هذه الجماعات أن تقوم بعمليات الانفصال وتحقق هذا؟ صدقني أنه في منطقة كردستان لو لم يكن هناك ولايات متحدة أمريكية وضغطت وقامت بما قامت به وإلى آخره، وهي التي تحكمت بالعراق في الفترة الماضية، لما كان هناك إمكانية لأن يكون هناك حكم ذاتي. هذا الأمر أصلا قرارا موجود لدى العراق ولدى سوريا ولدى تركيا ولدى إيران، هذا الأمر محسوب، يعني ليس هناك إمكانية، لأنهم يقولون دائما يقولون، وبطبيعة الحال هذا لا يعني غير معمم على 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 القومية الكردية، يقولون أنه في حال أقيمت حكومة كردية فهذه يعني إسرائيل ثانية، ألا يقولون ذلك؟ التعامل الإسرائيلي دكتور أمهز بين كردستان والإسرائيلي أليس هذا موجود؟ طيب أين وجدت إسرائيل ولم تخلخل ولم تزعزع الأمن ولم تزعزع الاستقرار؟ لهذه الإيضاحات دكتور حكم أمهز البحث في الشؤون الإقليمية والدولية أشكرك شكرا وأسف على المقاطعة، حدثنا عبر سكايب من طهران، والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. قصف مطار عربات بغداد، تستنكر العدوان الخارجي وتحتفظ بحق الرد.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بالأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، حياكم الله أستاذ مخلد ضيفا كريما في الأستوديو. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية. أستاذ مخلد، ماذا أرادت تركيا من ضرب مطار عربد في السليمانية؟ بمعنى شنو دلالات استهداف المواقع الاستراتيجية في هذا الوقت الحساس؟ يعني حقيقة حسب المعلومات المتوافرة لدينا والتي تم يعني الحصول عليها من بعض مصادرنا في السليمانية، الموقع الذي هو مطار عربد هو مطار نعم زراعي، لكن منذ فترة بدأ استخدامه ك يعني منطقة للتدريب لقوات مكافحة إرهاب السليمانية بالتعاون مع قوات تحالف. وحسب المعلومات أن هنالك كانت قيادات، بعض القيادات لقسد أثناء اجتماعها مع بعض الأشخاص من جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وهنالك معلومات قد سربت من السليمانية إلى الجانب التركي وتم استهدافهم بطائرة مسيرة. يعني حقيقة هذه المعلومات هي غير مؤكدة، لكن هذه المعلومات التي تم الحصول عليها والتي هي أقرب للواقع. يعني ما هو سبب يعني اختراق هذه الطائرة ويعني استهداف هذه المنطقة؟ هنالك شهداء من جهاز مكافحة الإرهاب، هنالك مصابين، هنالك 3 أشخاص يقال أنهم من قسد قد لقوا حتفهم في هذا الاستهداف. بالتالي يعني هذا هو لا نستطيع أن نقول إلا هو اختراق الحدود العراقية، اختراق للسيادة، اختراق المواثيق الدولية، اختراق لعلاقات حسن الجوار ما بين الجانب العراقي والجانب التركي. يعني هذه ليست هي أول عملية تم استهداف بها أراضي إقليم كردستان، ولا هي ستكون آخر عملية. هنالك أكثر من 4000 عملية نفذت على أراضي إقليم كردستان من الجانب التركي. أين المفاوض العراقي؟ أين الدبلوماسية العراقية من كل هذا، من كل ما يحصل؟ نعم تركيا تعلم أن الجانب العراقي هو ليس من الدول الموالمة للجانب التركي من ناحية العدة والعدد والسلاح. حضرتك تتحدث عن جانب عراقي وجانب تركي، وإن كان يعني هنالك من يفرق بين كردستان والحكومة المركزية. القيادة العامة من جهة القوات المسلحة وصفت الحادث بأنه عدوان، هاي اللهجة أستاذ مخلد، يعني بالرصد الإعلامي شفناها جديدة تستخدمها البيانات الرسمية لخرق السيادة. يعني بالتأكيد، لأن الموضوع قد يعني أخذ بأبعاد أكثر من المفروض أنه يتم يعني تحمله. نحن نتكلم عن بلد لا سيادة، نعم نحن لا نمتلك منظومات وبطاريات صواريخ ومنظومات رادارية، ونمتلك طائرات سكرامبل لغرض القيام بعمليات عند اختراق الحدود، كل هذا لا نمتلكه بسبب ضعف الطبقة السياسية التي لم تأتي بأشخاص ممكن أن يذهبوا باتجاه إنشاء عقود وإبرام عقود لأجل حماية أرض وسماء البلد. فبالتالي أكيد تركيا سوف تستغل هذا الموضوع. أنا أرى من وجهة نظري تركيا لديها أبعاد أكبر من ملاحقة حزب العمال الكردستاني، لا بل تركيا تريد بقاء حزب العمال الكردستاني متواجدة في هذه الأراضي، لأن لديها مصادر معلومات عالية المستوى زين، وتزودها بكل المعلومات عن تحركات هؤلاء. رجوع البككة إلى الحدود حسب ما تم الاتفاق عليه بعد عام 1926 إلى مسافات على الحدود وفي جبال قنديل، أكيد هذا سوف يربك العمل التركي. اليوم الساحة مباحة للجانب التركي من خلال القواعد الموجودة داخل العراق. لديها أهداف كبرى تركيا تريد أن تضع تؤكد وجودها داخل الأراضي العراقية، وخصوصا نحن على مشارف انتهاء اتفاقية لوزان عام 1923. فبالتالي لديها أبعاد أخرى وحلمها بالدولة التي هي كانت فقدتها عام 1923 والتي تصل حدودها إلى كركوك. كل هذه أستاذ مخلد، يعني اسمح لي أقاطع لكي أجدد ترحابي بالأستاذ أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله أستاذ أحمد. ليش السليمانية دائما ومن دون مناطق الإقليم هي معرضة للقصف التركي بالطائرات المسيرة؟ في البداية تحية حضرتكم مشاهدي قناة الأيام الكرام، حياكم الله. يعني السليمانية يعني تدفع ضريبة المواقف القومية. السليمانية أيضا هي قريبة من
يعني نحن حزب متوازن بين قوميتنا الكرديه ووطنيتنا العراقيه، لذلك السليمانيه تستهدف ايضا، يعني احيانا تتعرض الى الاقصاء والتهميش داخل اقليم كردستان، وايضا هنا نرى العدوان يكون خارج العراق. وما حدث قبل ذلك قبل اشهر في مطار السليمانيه ايضا، عندما تم يعني مثلا عمليه قصف المطار السليمانيه الدولي وهو مطار عراقي خاضع لسلطه الطيران، لذلك هذا سبب استهداف السليمانيه. ويوم امس هو استكمال لاستهداف السليمانيه هذا العمل الغير مبرر، استشهاد ثلاثه الذي ادى الى استشهاد ثلاثه من ابناء جهاز مكافحه الارهاب، وايضا ثلاثه من جرح ثلاثه من قوات البيشمركه. لذلك الان يعني المواقف، العراق يمتلك العديد من اوراق الضغط، والان هناك موقف رسمي جيد، وايضا هناك اجتماع لتحالف اداره الدوله يخص يعني جزئيه هذا الاعتداء، وايضا لجنه الامن والدفاع النيابيه قالت انها ستدعو الى جلسه لمجلس النواب. اخي العزيز، العلاقات العراقيه التركيه في ازمه، وهذا السلوك يعني مثلا العراق يمتلك الجديه في حل اذا كانت هناك اشكاليات بالطرق السلميه، ولنا خير مثال الاتفاق الاخير بين الجمهوريه الاسلاميه في ايران والحكومه العراقيه، اذا كانت هناك بعض المخاوف يتم يعني مثلا تبديدها بالحوار، واسفر الحوار عن يعني حل جيد يعني يقضي الى الحد من نشاط الاحزاب الكرديه المعارضه مقابل يعني خارج الحدود العراقيه الايرانيه. لذلك ولكن السياسه التركيه هنا في هناك اختلاف، هناك مثلا ايضا موضوع المياه وغيرها، يعني انخفاض منسوب مياه دجله والفرات هذا له اعتبارات، وهذا يعتبر جريمه بحق قانون الانسان الدولي. لذلك الاراده العراقيه يجب ان في الفتره المقبله نحن نمتلك اوراق ضغط. يخطئ من يظن ان العراق بلد ضعيف، العراق يمتلك الاوراق الاقتصاديه، العراق دوله ذات سياده يستطيع تحريك الشؤون القانونيه يعني الورق القانونيه ايضا. ولنا مثال في قرار محكمه باريس في اذار الماضي استاذ احمد، المعادله الاقليميه والدوليه احيانا تفرض ايضا ظروفها. هذه شكوى محكمه باريس كانت قبل سنوات تم رفضها ربما لان المصالح الدوليه كانت مع تركيا، الان هناك معادلات دوليه تتغير، لذلك العراق جزء من هذه البيئه الشرق أوسطية والدولية. لذلك مخطئ من يظن أن العراق مخطئ، العراق يمتلك الورقة القانونية كونه دولة ذات سيادة ويتعرض إلى انتهاك للسيادة، العراق يمتلك الورقة الاقتصادية في حجم التبادل التجاري وأمور عديدة يعني أوراق سياسية أخرى، نحن فقط بحاجة إلى إرادة سياسية. الآن على المستوى الحزبي، على المستوى الحكومي، على المستوى الشعبي هناك محاولات لمثلا أن يكون السلوك العراقي او الرد العراقي حازما، ولنا مثال في اب الماضي حضرتك تتذكر قبل عام عندما استشهد بعض الاخوه السياسه في ابناء جنوب وبغداد في ازاقه في اقليم كردستان، الجانب التركي راى ان هناك يعني رد فعل شعبي. الجانب التركي اذا ما ذهبنا له استاذ احمد، خلي اذهب للاستاذ مخلد. استاذ مخلد، ليش ما يعني تكترث انقره لمبدا حسن الجوار مع العراق؟ بالتالي العراق ذو سياده، ولكن هذا الانقسام او هذه الاشكالات بدات تظهر للخارج، وبالتالي هذه النتيجه. بالتاكيد عندما يجد امامه مفاوض قوي، مفاوض شرس، عندما يرى ان هنالك جديه في اتخاذ اجراءات غير يعني اجراءات حقيقيه، اجراءات تجعل من الجانب التركي ان تقف عند حد معين وان تنظر للعراق كدوله ذات سياده، اكيد سوف تنصاع لكثير من الامور. لكن عندما تجد امامها مفاوض ضعيف لا يستطيع ان يحافظ على سياده البلد، لا يستطيع ان يقف امام تركيا ويصور نفسه انه ضعيف حتى امام الجانب التركي، اكيد تركيا تستغل هذا الموضوع. نحن لدينا اوراق كبيره ممكن ان نلعب بها مع تركيا، يعني حتى لو استطاع، حتى لو تحمل الشعب العراقي الكثير من الامور، لكن يجب ان نحافظ على سياده البلد. نحن لم نسمع في يوم من الايام ان دوله متشاطئه مع يعني دوله متشاطئه مع المنبع يساوم بموضوع المياه من اجل موضوع البكك او موضوع اخر. هذه قوانين دوليه لا يمكن المساومه بها. لكن نجد اليوم تركيا تساوم العراق في موضوع المياه، تساوم العراق في موضوع النفط، ونحن لدينا تبادل تجاري مع تركيا يصل الى 15
15 مليار. العراق رابع رئة اقتصادية لتركيا. هل يستطيع العراق إيقاف التعامل التجاري مع تركيا؟ لدينا 150 شركة عاملة استثمارية في العراق. هل يستطيع العراق إيقاف عمل هذه الشركات؟ هذا يؤثر على الوضع في تركيا. تركيا الوضع الاقتصادي لها منهار. يعني بمجرد العراق أن يتخذ الحكومة أن تتخذ إجراء في موضوع التعامل والتبادل التجاري، تركيا سوف تحسب ألف حساب لهذا الموضوع. حتى لو استطاع يعني حتى لو ذهب يعني على حساب الشعب العراقي أن يتحمل أن لا نستورد من تركيا هذه الأمور وتلك الأمور، لكن لا يوجد لاعب حقيقي، مفاوض حقيقي عراقي يستطيع أن يذهب بهذا الاتجاه. نحن اليوم والبارحة سمعنا نداءات استنكار يعني استهجان وكذلك تسليم مذكرة احتجاج، لكن ما هي النتائج بعد هذا الموضوع؟ بعد يومين أو ثلاثة سوف ينتهي الموضوع وتعاود تركيا قصف أراضي إقليم كردستان بحجج كثيرة وبحجج واهية. نحن نعرف أن المشكلة هنالك جهات تساعد تركيا على 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 التوغل داخل الأراضي العراقية، وتساعد تركيا على إعطائها معلومات عن بعض المواقع داخل أراضي إقليم كردستان. الموضوع يا أخي موضوع صعب وموضوع يحتاج إلى أن تكون لدينا فعلا قيادة ودبلوماسية عالية المستوى بعيدا عن المجاملات. اليوم عندما يفاوض الدبلوماسي العراقي يفاوض على أمن وسلامة البلاد. ثاني أكو موضوع آخر مهم، نحن تربطنا مع الولايات المتحدة اتفاقية استراتيجية، هنالك بند من بنود هذه الاتفاقية أنه إذا ما تعرض أمن البلد وسيادة البلد إلى أي خطر ممكن أن تتدخل الولايات المتحدة أو التحالف الدولي لحماية أمن وسلامة البلد. لماذا لم يذهب المفاوض العراقي وإحراج الجانب الأمريكي بهذا الموضوع؟ طيب. لم نشهد كل هذه الأمور لحد هذه اللحظة. طيب نتحدث هنا أستاذ أحمد بطريقة ما تفضل به الأستاذ مخلد، يعني ممكن تتسبب هذه الحادثة بشرخ إضافي في العلاقة بين السليمانية وأربيل. يعني خير شاهد ما فعله قصف مطار السليمانية قبل أشهر، والآن يتكرر القصف، وبالتالي يشكل الأستاذ مخلد حازم على تذبذب هذه العلاقة بأنه تم استضعاف العراق من خلال هذا التوتر. أنا أعتقد العلاقة بين أربيل والسليمانية والاتحاد والديمقراطي ليس بحاجة إلى شرخ إضافي، فالشرخ موجود. نحن فقط في الوفد الأخير يعني التمسنا خيرا أن هناك وفد مشترك يأتي إلى بغداد والتقى بالسيد محمد الشياع السوداني والقيادات السياسية، هذا يوم الخميس الماضي. ربما هذا يشكل منذ سنوات أو منذ أشهر لم يكن هذا يعني هكذا وفد يمثل الجميع، لذلك هذه الفرضية أنا لا أتفق معها لأن الشرخ أصلا موجود. لذلك ربما الكرة الآن يعني في ملعب حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، يعني هناك انتهاك السيادة العراقية لأكثر من مرة، لذلك نتمنى أن يكون هناك هذه المرة ردة فعل حاسمة. ورأينا يعني كما قلت لحضرتك في آب الماضي من العام الماضي كان هناك عندما ردة الفعل الشعبية والحكومية كانت نوعا ما قوية، الجانب التركي يعني لفترات طويلة يعني لم يقم بهكذا السلوك. لذلك العراق يمتلك أوراق الضغط، فقط هنا نتساءل عن الإرادة. هناك أكثر من مؤشر أنه الأمور ربما سيكون هناك موقف عراقي حازم، ولكن نتمنى أن يكون موقف حقيقي باستخدام أوراق القوة الاقتصادية، الشركات التجارية، التبادل التجاري، الورق القانونية وأوراق كثيرة، وأن لا يقتصر على بيان تنديد. ثم حضرتك تعرف الآن للأحداث المتسارعة السياسية واقتصاديا سواء عراقيا أو المستوى الإقليمي والدولي، ذاكرة المجتمع تنسى، يعني ربما يوم يومين نندد ثم ننسى هذه الجزئية. لا، علينا هذه المرة إذا كان هناك موقف حازم بصراحة نحن فقط يعني نفتقر للإرادة. الإرادة إن توفرت أنا أعتقد نمتلك أوراق الضغط. حتى دوليا أستاذ أحمد، يعني ليش ذكرت قرار محكمة باريس في آذار الماضي؟ هاي القضية كانت قبل سنوات، لماذا تم حسمها في آذار 2023؟ لأن البوصلة المصالح الاقتصادية والدولية تتغير. حتى تركيا تناور بين روسيا وأمريكا، تناور بين أوروبا وغيرها والصين. نعم. إذا أسمح المقاطعة يعني بقت عند دقيقة خلينا نحل الأستاذ مخلد. ناقشنا أستاذ مخلد بالملف الأول الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ممكن تذهب أو نذهب لاتفاق أمني ضمن وجود المعارضة التركية داخل الأراضي العراقية على غرار ما حدث في الجمهورية الإسلامية، وهذا الموضوع جداً. نسحب البساط من عذر تركيا الجاهز للاستهداف. صعب جدا، صعب جدا، لأن قوات البكك تختلف عن قوات
الكوملة أو غيرها. قوات البككة هي خليط، هنالك عراقيون في قوات البككة، هنالك سوريون في قوات البككة، هنالك أحزاب عراقية تدعم قوات البككة داخل الأراضي أقليم كردستان. الموضوع يختلف عن موضوع ما حصل في أربيل والاتفاق مع الجانب الإيراني من بغداد. فلذلك الموضوع ليس هم فقط يعني تابع قوات حزب الديمقراطي الكردستاني تابع الى تركيا. نعم. لذلك الموضوع يعني الموضوع يختلف اختلافا جذريا. متى ما استطاع العراق ان يبني مؤسساته الامنيه والعسكريه الرادعه لهؤلاء يستطيع ان يتعامل معه. اضافه الى يجب ان تكون هنالك تدويل لهذه القضيه. نعم. يجب ان تكون لدينا صوت عالي في مجلس الامن وفي المحاكم الدوليه لاي جهه تحاول ان اختراق حدود العراق، لان هذه السياده، واذا ما انتهكت السياده فان البلد يبقى بدون سياده، حتى المركز يبقى. نعم. بدون سياده. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مخلد حازم الخبير الأمني ضيفا كريما في الأستوديو ورافقتنا في الملفين، والشكر كثير لحضرتك أستاذ أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حدثنا عبر سكايب من السليمانية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.